تعرضتيش لأي نوع من الابتزاز من مخرج من منتج اعملي كذا عشان تطلعي وديكي دور كذا؟ عمري بصراحة خالص. أنا كل إن المخرجين اشتغلت معاهم مخرجين كبار، حظي يعني الحمد لله وقعني كتير في مخرجين كبار ومخرجين ساعدتني جدا، وناس كتيرة ساعدتني وناس كتيرة ادتني فرصة. ويمكن كنت من المحظوظين لأن الدولة ادتني فرصة. أنا كنت بشتغل في قطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة من قبل ما تطلع القنوات الخاصة، فأنا كان فرصتي كويسة. ما كانتش فرصتي يعني لو كنا في 2019 وعملت المسلسلات اللي عملتها دي في السنين كلها اللي فاتت كان الموضوع يبقى مختلف. وفي ناس كتيرة طبعا وقفت جنبي كتير كتير كتير، ما اقدرش انكر فضلهم ولا انكر جمالهم عليا، بس انا عمري ما تعرضت لابتزاز الحمد لله. انا عمري ما تعرضت لاي موقف ممكن فيه اي نوع من الاهانه الحمد لله. الاماكن كلها اللي اشتغلت فيها كلها ناس محترمين جدا وما صادفنيش اي حاجه كده الحمد لله. كله بقى متخيل خلاص عشان ابقى حد مشهور لازم اتنازل او لازم اطاطي او اعمل اي حاجه؟ لا مش شرط، دي بتبقى كل واحد واختياراته. مفيش حد بيغصب حد على حاجه، فكل واحد حر بقى في اختياراته. لا خالص خالص، يعني الناس دايما تفتكر انه لازم اشتري مشهوره تقدري تقدمي تنازلات، بس لا خالص. انا ما تعرضتش لاي حاجه من الانواع ديت. كانت اللي ورا الشهره بتاعتي او ورا مسابقه مس ايجيبت 2016 هي دكتور امال رزق، ودكتور امال رزق شخصيه محترمه جدا وعمرها خالص ما ابتزت اي بنت ولا خلت اي بنت تقدم اي تنازلات او تحطنا في اي مواقف وحشه ابدا. دايما مسابقات الجمال خاصه يقول لك دول بيطلعوا بمايوهات لازم يبقى في علاقه بين حد ولجنه التحكيم، الكلام ده صح؟ لا خالص، مبدئيا لو في علاقه بينك وبين حد من لجنه التحكيم انت يو جيت ديسكواليفايد، يعني بيتم استبعادك خالص عن المسابقه. المايوهات مسابقه المايوهات مش موجوده، بس مش موجوده في المسابقه الناشونال اللي هي في مصر، بتبقى موجوده في المسابقه الانترناشونال بوسط بقيه ملكات جمال العالم. لازم طبعا يبقى في مسابقه مايوهات. انا الحمد لله ما تعرضتش لده، وفي نفس الوقت انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده لان هو يعني في ايد القضاء دلوقتي، يعني مش حابه ان انا اتكلم فيه بصراحه لان ده حاجه خصوصيه جدا لكل واحد، وكل واحد ليه ظروفه وكل واحد ليه الوقت اللي هو مر بيه، وكان اكيد تحت الضغوطات. ما تعرضتش لده، واتمنى ان اي حد ما يتعرضش للضغوط دي، واتمنى برضو ان هو ما حدش ينشر الفيديوهات دي لان دي برضو اعراض ناس، وفي نفس الوقت ده لسه تحت ايد القضاء، والقضاء هو اللي هيقول كلمته في الاخر اذا كان هم مذنبين ولا لا.